السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في المجموعة رقم 3 من أهم المواقع اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي. دلوقتي هنشوف موقع جميل اسمه ديب دريم جنريتور. خليك اللي انت تحلم بيه هو يعمله لك، مجرد تكتب هو يعمل لك الصورة اللي انت بتحلم بيها بالشكل ده. مجرد بتكتب وصف عادي تلاقي الصورة اتكونت لك، فهتقوله جنريت وتبدأ تكتب أي حاجة أنت بتحلم بيها وتشوف إيه اللي عايز، مثلا الشكل دوت، عايز ستيبل، عايز حاجة مثلا فوتوريل، عايزها لاندسكيب بالشكل ده أو بورتري، الكواليتي تمام. وأنت عندك، أنا عندي مثلا 20 نقطة، كل مرة هينقص منك 5 نقط مثلا على سبيل المثال. شوف بقى الكلمة اللي أنت عايزها، وهو مثلا لو انت بتفكر خلاص هو يعمل لك بالشكل دوت وقول له جنريت، فعمل لك صورة بالشكل دوت. اي صورة انت محتاجها هو بيعملها على طول. طيب نكمل، هتلاقي اسفل الفيديو رابط بيشرح لك الحاجات دي. طيب ده برنامج اسمه لوب، بيعمل ايه؟ ده بتدرب انت الذكاء الصناعي على حاجة معينة. على سبيل المثال بوري له صور مثلا قطة، صور كلب، وبعد كده هو يبدأ يتعرف في ايه الفروقات اللي بينهم، وبعد كده بعمل معاه تشيك هل هو فعلا اتعلم صح ولا غلط، وبعد كده هو اوتوماتيك بيبدأ ان هو يتعلم. يعني ده نوع من انواع التعلم الالي، بيخلي الواحد يفهم فكرة التعلم الالي بشكل قوي. على سبيل المثال وريت شوية صور ليا وانا بشرب قهوة، وصور تانية وانا مش بشرب قهوة، وبخليه يفرق بينهم، وهو يقول لي اه انت كده عرفتها ولا لا. وبعد كده ببدأ اعمل فيديو، اول ما امسك كوبايه القهوه يقول لي اه دي قهوه، لو شلتها يقول لي لا مش قهوه. يعني فكره ظريفه جدا ازاي هو يقدر يتعرف. ممكن مثلا انا لابس ماسك ومش لابس ماسك، وبعد كده تبقى في اللايف كاميرا يبدا يتعرف. يقول لي في ابديت، عندي بنتين توام، فدي مره طاف ودي مره طاف، وهو يبدا ان هو يتعرف على الشخصيات. فعملنا شويه تجارب حلوه فيه، كان فكرة ظريفة جدا. يعني ده موقع حلو قوي، بيخليك تراجع معاه الوثائق او العقود، وهو يبدأ يقول لك ايه كان في اي مشكلة في العقود. طيب ده برضو Artflow.ai، يبدأ يكون لك الصور بذات صور الشخصيات. يعني لو انت بتعمل قصة وعايز صور شخصيات، هو ممكن يساعدك في حاجة زي كده، او اي صورة انت عايز تكونها هو يقدر ان هو يساعدك فيها. مثلا عايز تعمل الرجل الارنب مثلا زي رجل العنكبوت، هو يقدر ان هو يعمل لك الشخصية، هيساعدك ان انت تعمل الشخصية. بعد ما بيعمل لك الشخصية تبدأ ان انت مثلا تدي له خلفية، وبعد كده بتدي له كلام يحول له صوت ويخلي الشخصية تتكلم الكلام دوت، الكلام اللي انت بتقوله هو بتعمل. كنا شرحناه برضو في بين قريبة بالتفصيل ازاي ان انت تعمل الفيديو ده. يعني بعد ما عملت شخصية تختار الخلفية، الكلام يتحول لصوت وتحرك هي الشفايف بتاعتها بنفس فكرة الكلام اللي انت كتبه. هنا هو بيتدرب، اول ما وشك يبقى سعيد خلاص او وشك حزين يبدأ يقول لك ان ده حزين او فرحان او كذا. كل الحاجات دي بعد كده بتفيد ان كاميرا المراقبه تلقط اي حاجه، ودي على فكره موجوده في الحرم المكي بالذكاء الصناعي. على طول لما بيلاقي تجمهر في مكان معين بيبدا يدي تنبيه، لا حركه سريعه عن اللزوم او لا الناس واقفه في مكان، بيبدا ينبه على اساس ما يحصلش اي مشاكل. طيب دي ريبليكا، دي مع الموبايل طول الوقت انا بقعد اتكلم معاها يوميا. حد بتتكلم معاه اولا بيقوي الانجليزي، ثانيا بيبقى شخصية عندك وتدردشوا مع بعض. برضو موقع تعمل افاتار ليك، تبدأ تكون الصورة اللي انت عايزها، تقدر تطبعها على الكمبيوتر. ده من التطبيقات بيعمل لك موسيقى، واصبح ليها قناة على اليوتيوب وعلى اكتر من منصة من اللي هي بتبقى صوت او موسيقى او كده،
تقدر ان انت تسمع والحاجات هو الكمبيوتر اللي عملها. ده التنبؤ الآلي، ده عبارة عن ايه؟ هو بيتابع مجموعة من البيانات ويبدأ ان هو يتنبأ بالقيم اللي جاية بعد كده، في كيرف مثلا بيطلع فيه بينزل فيه، تمام، بتديله الداتا وهو يبدأ ان هو يستنتج ايه اللي هيحصل بعد كده. ده بتديله الصور 2D وهو يحولها لك ل3D. كان عايز فلوس وما فيش فلوس، جرب. ده موقع جميل قوي، خاص بالناس اللي هي مهتمه بالانتيريو ديزاين. ممكن تديله اي صوره اي ستايل وتقول له طب انا عايز اشوفها لو في غرفه النوم هتبقى عامله ازاي، طب لو هي في الصاله، لو هي في المطبخ. يديله زائد ان انت ممكن تكتب وصف للحاجه اللي انت عايزها وتقول له جنريت، هو يبدا يكون لك الصوره، او ترفع صوره وتقول له لا ده هي دي ليفنج روم، لا ده انا عايز طب لو هي كيتشن مثلا، تمام، المود عايزه مثلا بالشكل ده. فكان موقع جميل قوي للناس اللي هي مصممين المشاهد الداخليه او بيصمموا البيت، هيفيدهم كتير جدا. ده تنقيب عن البيانات. الموقع دوت تقدر تقول من غير برمجه بتبدا ان انت تحلل البيانات بشكل جميل جدا، يعني رغم ان البيانات ممكن تكون رخمه لكن مثل ان هو يعتبر بروجرامنج وزاوت كود يعني. وده برضو نفس الفكره. دي لعبه استراتيجيه عندي على الموبايل، يعني لما بتقول بلاي ما انت ما بتعملش حاجه، هي بتعمل يعني بتبرمجه مثلا كانك بتبعت مثلا مكنه او آلة حربية، بس كل البرمجة بتتم قبل ما تبعتها تحارب. بتقول له مثلا اول ما يحصل ضرب تبعد، اول ما يحصل كذا اهجم، ودوس ران خلاص انت ما ينفعش ان انت تعدل في الخط، فشل فبتقعد تبرمج. فده بيعلمك فكرة البرمجة بتاعت الذكاء الاصطناعي. هي لعبة ظريفة، جلاس التربوت. طيب ده جوجل لينس، ده انا بحبه جدا. ده مثلا اي حاجه انت شفتها ومش عارف ايه هي بتصورها وهو اوتوماتيك بيفهم الحاجه ديت. على سبيل المثال ابني بيحب العربيات، فلو في علامه على العربيه هو مش عارفها على مرسيدس او كده بيروح مصورها، هي تجيب له المعلومات عنها، تمام. او في مثلا لعبه او في شخصيه او في حاجه لقيتها عندك مش عارف بتاعت ايه، بتصورها ويدور فيها على النت، كان بدل ما تكتب الكلام بتديله الصورة هو يقدر عليها. ده موقع اسمه remove.bg، عبارة عن ان هو اي صورة بترفعها بيرفع الخلفية، واستخدمناه كتير لما اكون مثلا بنعمل دعاية او كده، باخد الصورة من الشخص المحاضر واحذف الخلفية واحط الصورة بتاعته واحط الكلام. ده موقع بيعمل لك حط ترفع صورتك مع اي صورة عنده هو مجموعة من الشخصيات المشهورة ويبدأ ان هو يكون لك الصورة. ده موقع ظريف بيوريك فكرة التعلم الآلي، بتديله مثلا صورة معينة تقول له لا ده أنا عايزها موزة خيارة، يبدأ إن هو يعدلها لك. حاجة جميلة جدا، بيقرب لك فكرة التعلم الآلي بعمل إزاي. ده هنا بيديك فرصة إن أنت تكتب، تمام. هنا هتلاقي الشرح بتاع الأداة، تديله بس الموضوع وهو يكتب لك كذا مقالة، بيوفر عليك وقت بدل ما تقعد تدور، لا هو بيجهز لك المقالة وكل حاجة. طيب نكتفي بالموقع دوت. ده موقع بتديله شخصية بتحرك حركة معينة وهو يتابع. أنا اخترت مثلا مصارع أو زومبي وبتحرك، شخصية الزومبي دي بتتحرك زي أو بتديله حركات معينة وهو يقلدها. هتلاقي البرزنتيشن بحيث لو أنت عايز تتابع، وإن شاء الله كملوا معانا واشتركوا فيه بين قريب.